النمتيز كان الكونفيوجن على الاريا من الدي 0 للدي 3 وعلى هاي الارقام التيبر هذني يفرقا عن ذني هذني سايزات اوف ذا تيب يعني سايز مال فاير يعني انت من الكلر تقدر تعرف السايز مال فاير هذا سايز 20 سايز 25 سايز 30 بس السايز 20 25 وين بالتيب اوف ذا فاير تمام فمن يقول السايز مال هذا الفايل 25 معناها التب مالته 25 فيجي السؤال انه شنو قصدك دكتور من الدي 0 للدي 3 التيبر مالته هيج معناها انه الدي 0 مالتهن هسه مثلا هذا الدي 0 مالته 25 الدي 0 هذا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 الى دي 16 تمام هذا كلها يسموها ديات يعني كل من ليم دي D1, D2, D3 فالD0 دائما هو size of the file اللي هو size 20 size 25, size 30, size 40 هذا D0 المسافة من D0 للD3 يعني 3 مليمترات الأولى الانكريز بالديامتر مالته هو كالآتي ال20 يكون 7% انكريز شنو 7% انكريز؟ معناها كل مليم الذي يزداد السايز 0.07 مليمتر فلذلك العشرين ناخذ مثال العشرين الاصفر الدي 0 سايز 20 تمام الدي 1 ايش قد يكون 27 الدي 2 34 اضيف له 7 هاي انا ذكرت ان ذني ريسبكتيفلي من ابو ريسبكتيفلي معناها هذا الهذا هذا الهذا هذا الهذا وهكذا تمام فالعشرين 0.07 فورا D1 يصير 27 D2 يصير 34 D3 يصير جد 41 ورا D3 ورا D3 التيبر راح يختلف ما مطلوب من عندكم انا بس اريد تعرفون انه من الدي 0 للدي 3 تكون ثابته تمام وهكذا فهذا الفرق ما بين التيب التيب دايمتر اللي هو السايز اوف ذا فايل المعروف 20 25 لانه ليش احنا نسميه هذا سايز 20 مع العلم انه السايزات هنا مختلفه تعطيك اكثر من 20 لانه التيب اللي راح تسوي لك الفينيشينج اوف ذا ابيكال بورشن هي سايزها 20 فبنتخلي الجتافيركا راح تكون 20 يعني سايز 20 راح يصير عندك تك باك بال1 مليمتر الاخير اللي هو السايز اوف ذا فايل وهكذا